مختلف بأي جدية، وذلك نحاسب المسؤولية. وكما الشيخ ما تسجلينا هدف واحد وقت اللي صعيب من فريق الرجاء البيضاوي كيشارك في دوزيام ايطاب دقيقة 4، يعني صعيب باش ترجع في النتيجة. الحمد لله العزيمة ديال المنتخب الصقر الحمد لله بفضل الله من تعلم ديال التعليم وفوز المقابلة. حسبي الله. كوتش فيليكسيتاسيون على الماتش، واحد رياكسيون كبيرة كبيرة بزاف ديال السوالف. أنا السؤال ديالي غيكون شوية ديتالي. حقق شي حلم ديال رئيس بن الشيخ اللي قال أنه ربح الوداد الرجاء، وكان كيقلب أنه ربح الوداد والجيش، ومازال كان كيقلب ربح الرجاء من الحادي. شنو الإحساس ديالو؟ كيفاش غتكون التعاقد ديالك مع الرجاء؟ ميرسي بزاف في الفيليكسيتاسيون. دونك الإحساس ما يكون إلا كبير كبير بزاف. هذا الفوز هذا تستمتع به الساكنه ديال السوالف اولا، ورئيس الفريق كذلك المسرحيه كانت هذا الاسبوع هذا كتتمنى يفوز الفريق الرجاء البيضاوي. الحمد لله حنا مشينا مع خدمنا سوبر، ما بقيناش عند الاصداء ولا الاخبار. هما فريق الرجاء البيضاوي صراحه هو احسن الاحوال ديالو. الرجاء البيضاوي راه جاي من ثلاث انتصارات تسعود نقاط، حنا جينا من واحد المقابله اللي صراحه كنا ما عجبناش في حد التعامل ديال المحمديه، سيطرنا في الصراحه، لكن استعدينا للمقابله هذه جديا. تفضل. سي الحمر توفى ليه ديالو. اليوم تفوقتوا على رجاء البيضاوي، رجاء البيضاوي بالاسماء ديالو، قارناهم مع الاسماء اللي كاينين في فريق شباب السوالم، اكيد كاين فرق في الاسماء، كذلك كاين فرق في التجربه ما بين الاطار الوطني والاطار الاجنبي. شنو هما الاشياء اللي داروا الفرق في هذا الماتش هذا وخلاوكم تفوقوا؟ بالفعل حنا وجدنا المقابله وعرفنا غالبا الفريق اللي فرق كبير بزاف، عنده دي جوار دو كاريب، جوار عنده دي جوار انديفيديال تخي تخي فور. مدرب اللي كبير حتى هو بالماريس ديالو، حنا شفنا بالماريس ديالو صراحة فزنا عليه. بقينا خدامين صراحة على مسائل دينية ديال الولاد. أبار سا سيغ تيران تفرجنا بزاف فريق الرجاء البيضاوي، ومشينا لي ديتاي صراحة، خدمنا على لي ديتاي ديال الفرق، شفنا نقطة القوة ديال فريق الرجاء.